مؤسسة ساكوماس الجزائرية من ميناء الزفون بتيزي وزو كانت الانطلاقة بتصنيع وإصلاح السفن وقوارب الصيد، هي الآن قبلة للصيادين والمهنيين الراغبين في تصليح القوارب. بدينا بالبواخر الصيد، بواخر 12 14 16 18 متر. في عام 2016 شركة ساكوماس خدمت أكبر باخرة من ملاريزين 18.90 متر استلمناها إلى الغزوات. في عام 2022 كنا الشركة الأولى اللي صدرنا البواخر إلى الخارج. الآن في عام 2023 تخصص تاعنا ما خليناش إلى بواخر صيد، انتقلنا إلى بواخر نزهة. هي مؤسسة متخصصة في تصنيع سفن الصيد من مختلف الأحجام، وتسعى للاستثمار في قوارب النزهة بالاتفاق مع شريك أجنبي. وين يعني المره لا ريباراسيون لا ريزين نقلع داكيني نخدمي انت لي باطون دو بيش بار اكزومبل لي باطون دو بيش نساع 6 متر على 20 متر نساع ان بلوس ان طوني دو 34 متر نساع ان تفلوك هنا كي تمشي طاحين 4 4 5 5 نخدم ما يعني لي كاياك كل شهر اللي كيمشي طاحين داون اون جينيرال كنظرم ساكون ماس لونتربريز لالي تخدم بيان تخدم لا ريباراسيون لا فينيسيون تخدم لا ريباراسيون سورتو لي 4 4 20 5 20 قوارب النزهه والصيد ونخدموا كاع كما يقولوا الميتراج كاين 4 4 20 كاين 5 20 6 متر 70 مام طون تاع الصيف هذوك تاع السياحه لي كاياك لي بيدالون. مؤسسة ساكوماس بأياد جزائرية ولمسة عصرية وبالإرادة والعزيمة قد تساهم في التقليل من الاعتماد على كل ما هو أجنبي لتلبية حاجات المهنيين.